لأول مرة في تاريخ الأمم، في تاريخ الشعوب، وزير أول في عوض يلتع بمشاريع استراتيجية، بمشاريع اقتصادية، بمشاريع ما، يتكلم عن الوسخ تاع الشوارع، لأن الوسخ كلا البلاد. في مدام الناس اللي يحكموا في الجزائر موسخين، كيفاش تحبها تكون نظيفة؟ الجزائر اللي كان يقول الجزائر البيضاء، العاصمة يقول الجزائر البيضاء، في المنتصة هك هك تشعل. نشفى كنت صغير، في الليل يدوزوا لي كاميون يشلوا يغصبوا الطريق، الطريق والتروتوار يتغسلوا، كل 5 سنين يجيوا يزوقوا الباطيمات، كل 5 سنين يجيوا يزوقوا الباطيمات. هذا الشيء عشته أنا، ماشي يحكيولي. وكان الجزائر ما عندهاش دراهم بداية سنوات الاستقلال، يعني كان غير ما جاء الاستقلال. العشر سنين الأولين تاع الاستقلال مرتين الباطيمون اللي ساكنينها حنا في باب الواد صبغوها دو فوا بالابيض، وبدلوا لها مام البالكون، بعد بدلنا مام البالكون يجي لانه جنا على البحر، دونك صديد وكامل نحي وبدل. هاي ليك الحكايه، نظافه الجزائر كانت هاك تشعل، كان زير تشعل. روح اليوم تشوف بارتو، وهذا ماشي اللي نقولوا مادام وزير اول ما صابش باش يتكلم مع الولات ومع الوزراء، لا الوسخ اللي كلاهم هاو اللي كسمعوه. موضوع قد يراه البعض لا يمت الى التنميه بصفه مباشره، لا يمت الى التنميه بصفه مباشره. الموضوع اللي يتكلم فيه النظافه، واش من الاخر نورمال شيء عادي. زيد اسمع، أساسيا وضروريا لنجاح المشاريع التنموية والرفاه الاجتماعي بما له من تأثير على نفسية الفرد ونفسية المجتمع. هذا الموضوع هو نظافة المحيط. نظافة المحيط يتكلم وشغل الحاشم السيد، يتكلم كل حاشم يتكلم على نظافة المحيط. اي نعم، كمل. ازدو سفقولو. اي نعم، ازدو سفقولو. والله قد لا يكون يعني من حاشم، نظافة المحيط تعتبر من الأساسيات. فنحن في ثقافتنا يعني شعب يحب النظافة ويحب نظافة المحيط، وعمل آباؤنا وأجدادنا على تكريس هذه النظرة وهذه المقاربة. ولكن الآن ما نلاحظه هو يعني وجود نفايات في شوارعنا، نفايات في مدننا، نفايات في قرانا. يستعرف، يقر بعظمة لسانه، فمه بلسانه يقر باللي كنا نظاف، وحنا شعب نظيف، وجدودنا وابائنا ربونا انظافه. واليوم اللي ولا فيه الوسخ، وعلاش اللي ولا فيه الوسخ؟ لانه المسؤولين اللي يحكموا في البلاد موسخين. نعم، الميزانيه تاع النظافة تاع أي مدينة تاع أي قرية ما يعطوهاش حقها للنظافة، ما يعطوش للنظافة حقها، يسرقوا في الدراهم. لأنه واش معناها النظافة؟ تجيب لي كاميون، تجيب لي بان، تجيب الماتيريال، تخدم الناس، تخدم الناس على فواري وسوي ينقيو. هذه هي حكاية النظافة. روح بارتو في كل دول العالم هكذا يديروا. هاي ليك، إلا جزائر لأن المسؤولين اللي فيها موسخين، موسخين. قد نقوم بمجهودات على مستوى
الممرات المركزية أو الطرق الرئيسية، ولكن داخل مدننا، داخل ولايتنا يجب العمل بجد، خاصة سيد والي ولاية الجزائر. نحن مقبلون على مؤتمر القمة العربي، يعني هناك مجهود. شوف هذا ما يحشمش الوزير الأول، يعطي تعليمات الوالي تاع الجزائر في اجتماع تاع حكومة وولاد باش يدرسوا مشاريع إنمائية. ما كانش مشاريع إنمائية، ما كان والو. كان يجي يكذب عليك تبون يقول لك رانا حلينا المشاكل 83% تاع المناطق الظل، يعني وين كان الفقر. هذا واش كان بعد يجي الوالي تاع الجزائر يقول له احنا رانا باش نديروا المؤتمر القمة ويتم تنظف، باش تنظف ويستعرف باللي كان سياسة الهفان والكذب. قالك ما مرات الرئيسية نظفوها والباقي نخدوها. هذه سياستكم، هذه سياسة العصابة، يكشفوا في رواحهم برواحهم. هذه سياسة العصابة، عصابة ماهيش قادرة تحافظ على نظافة المدن ونظافة المحيط. كيفاش تحبها تحافظ على نظافة الأيادي تاع المسؤولين؟ لأنهم أيديهم وسخة، لأنه دماغيهم وسخين، لأنهم هم موسخين بدها من التبون نتاع رايح. هو يقر ماشي أنا اللي نقول، هذا الوزير الأول راهو يعترف شي أنا. هذا هو نهاري يقدروا ينظفوا يديهم دابور من الجرائم اللي اقترفوها، من الدم اللي سيلوه تاع الشعب، من الدراهم اللي سرقوها، من الأموال الوسخة اللي يروحوا يبيضوهم في أوروبا. ذاك الوقت يقدروا يتكلموا عن النظافة تاع المحيط، ويخموا باش ينظفوا شوارع المدن والقرى.